السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج النفس وركس، لو أنا وقفت على أي حاجة وقفت على أي حاجة كده وقلت له بروبرتيس، فبيبدأ يجيب لي خصائص كتيرة جدا زي ما أنت شايف. طيب كل حاجة بتقف عليها بيبدأ يجيب لي خصائص. طيب أنا عايز سريعا لما أقف على حاجة يبدأ يجيب لي معلومات بسيطة، فبدوس على كويك بروبرتيس. فأول ما بقف على الحاجة بيقول لي ده الأيتم رقم كذا، والأيتم تايب اللي هو استراكشر كولوم نوعه ايه، تمام. فده بيوفر لي وقت، ان انا مجرد ان انا اقف بس بالماوس لمدة ثانيتين يبدأ يجيب لي المعلومات ديت. ممكن اعملها تخصيص، ان انا ادخل في الاوبشن وهتلاقي حاجة اسمها كويك بروبرتيس، بيقول شو كويك بروبرتيس. طيب انا هقول له بقى انا عايز ادخل هنا، فبتلاقي الديفينيشنز. يعني ايه الديفينيشن؟ يعني انت عايز تشوف ايه هنا، مثلا الايتم والنيم. ممكن اقول لا ده انا عايز اعرف الايتم مثلا واللاير او الماتيريال او الريكويرمنت، تقدر تشوف ايه اللي انت مهتم بيه. ممكن تضيف واحدة ثالثة مثلا تبقى الايتم والتايب مثلا، تمام. فهو كل ما بعد كده لما تيجي تقف على حاجة يبدأ يجيب لك ثلاث معلومات، مش معلومتين بس، ايتم نيم، ايتم نيم، ايتم تايب. لا ده ما كده ملهاش اي معنى. يبقى هندخل هنا في الديفينيشنز وهتغير النيم دي مثلا لللاير. لما تقف عليها هيقول لك الايتم نيم والايتم لاير والايتم تايب، ده من غير ما تعمل سيلكت. تعمل سيلكت هيبدأ بقى يجيب لك البروبرتيز كاملة.